حياتي إذا مساء الخير، مداخلة تخيلية وممارسة السلام في زمن الحرب. أحوجنا إلى السلام في زمن الحرب، مقدمة على إنغام أغنية من عام 1910 يسمح ضابط صف في فوج إقليمي لنفسه بالحلم بالسلام وهو مشارك في الحرب، مهدئا بخطاب رئيس ويلسون في بداية عام ثالث من الحرب. الحلم الوهمي المتمثل في أوروبا المحبة ينعم بالسلام إلى الأبد، وهو حلم لا يريد أن يصدقه أحد، ولكنه يعبر بوضوح عن مدى انتشار تخيل السلام في أزمنة الحرب. إن هذا الذهاب والإياب في زمن غارق في الحرب بين ذكرى سلام الأمس ونفاذ صبر اليوم لعودته هو الذي يمكن أن يغذي التفكير ويدفع إلى التفكير الفلسفي. إن تعالي ثقافة السلام في زمن الحرب تحدث أيضا في وقت الصراع مع طرائقها الخاصة الكثير من التخيلات التي يجب التشكيك فيها وفي زمنياتها التي يجب محاولة قياسها وتحديدها. ويمكن اعتبار مقاربتين هنا بمثابة الخيوط التوجيهية للتفكير الفلسفي الذي ينبغي القيام به. تحليل ما عرفه المؤرخ البريطاني مارتن سيدل بالشعور بالسلام الذي يمر عبر تجربة أمنية واحدة على الأقل دون إهمال الأمن والأمان. الخطاب حول السلام هو خطاب يمكن استغلاله بقدر ما يتطلبه الأمر، كما يتضح من مؤتمر كلمة السلام في زمن الحرب الذي تناول بشكل هامشي فترة الحرب العظمى، الحرب العالمية الأولى والثانية. تهدف هذه المداخلة للتشكيك في وظيفة ومكان تخيل وممارسات السلام في أزمة الحرب، وما تبقى يأتي من زمن السلم ويغذي الأمل ويدفع بالصراع إلى إنهاء نهايته. يجب أن يفهم السلام هنا باعتباره طموحا وتجربة وخطابا، يجب فهم علاقاته وأماكن ممارسته، سواء كان ذلك دعوة حازمة لوضع حد للعنف المتفشي الآن والحرب المدمرة على غزة، أو خطاب التعويض وأنه سيتم التعبير، أو خطاب الانتقام وأنه يتم التعبير عنه كمشروع نظام جديد سياسي دولي أخلاقي، سواء مؤقت أو يعني سيك عودة المقاتل إلى الحياة اليومية. أنه أخيرا ذكرى بسيطة لما كانت عليه فترة ما قبل الحرب في البناء الخيالي ما سيطلق عليه الحقبة الجميلة والعصر الذهبي، وستكون أيضا مسألة قياس الأشكال الاجتماعية والثقافية لتمثيلات أفق هذا التوقع. المجتمعات التي كانت في حالة حرب سواء بين عام 1914 و 1918 في الحرب العالمية الأولى، فما هو المكان المتبقي للسلام في وقت الحرب الضروس التي دمرت كل شيء وأتت على الأخضر واليابس في أوروبا؟ سنتناول إذن هذه الإشكالية في عدة محاور. أولا، السلام كذكرى ما قبل الحرب، إلى أي مدى تدمر الحرب التصورات والممارسات التي تشكلت خلال عقود السلام الطويلة التي سبقت اندلاع الصراع؟ هل تمحي ذكرى حياة سابقة بتجربة الحرب وتعبئة كافة الأنشطة وتركيز الأفكار على خط النار؟ وهكذا سيستحضر رومان دارشي استلام الرسائل، رسالة ولكن هذا كان كل شيء، لقد كانت عائلته، منزله، قريته، لقد كان الماضي، لقد كان كل ذلك في متناول أيدينا ومرت أعوام مليئة بالذكريات، فنقلنا أنفسنا إلى من نعتز بهم لنستعيد شجاعتنا. تستحق دراسة الإشارات إلى فترة ما قبل الحرب في الممارسات اهتماما خاصا. تم إلغاء الحفلات واللقاءات الرياضية بسبب التعبئة، تضاءلت عروض الملاهي والمسرحيات الخاضعة للرقابة، ومع ذلك مع تسلسل زمني يختلف بلا شك اعتمادا على الموقع تضاعفت الأحداث الثقافية والرياضية مرة أخرى في عام 1914. خلال هذه الاستئناف، ما هي الطقوس والممارسات التي عادت إلى الظهور، وإلى أي مدى واصلت دورة الاحتفالات ما قبل الحرب في الجبهة؟ إذا ساهمت في تذكر الحياة من قبل الحرب، فالمفيد أن نفهم كيفية ارتباطها بتعبئة العقول والحاجة إلى احترام الثكالة. يمكن نضع هذا التفكير اجتماعيا لفهم كيفية قيام الطبقات الاجتماعية المختلفة بالحفاظ على تنظيم لحظات التواصل الاجتماعي هذه من فترة ما قبل الحرب. إذا كان الحنين إلى زمن السلم يمكن أن يظهر في الصحف أو الرسائل، فقد يكون من المثير للاهتمام قياسه إلى أي مدى يساهم هذا التعبير خلال فترة الصراع في بناء تمثيل ما قبل الحرب باعتباره العصر الجميل، العصر الذهبي. فهل تبلورت أسطورة العصر الجميل الذي يمكن أن نسعى إليه أثناء الصراع؟
بعد ذلك النقطة الثانية، السلام كتخيل وحلم من خلال وسائل الإعلام المختلفة مثل صحف الخندق والبطاقات البريدية ورسومات أو رسوم الكاريكاتيرية ودفاتر الملاحظات والمذكرات الحربية والأغاني تظهر تمثيلات متعددة للسلام. سيكون الأمر يتعلق بإدراج المرجعيات الثقافية والسياسية في هذه الإنتاجات الأدبية والفنية في ترتيبها وتنوعاتها خلال 52 شهر من الصراع. في عيد الميلاد 1916 تفاجأ سيناتور بول دي توستر نهليس دي كونتستانتس من سارث بأجواء المتاجر الكبرى التي ذكرته بممارسات زمن السلم كالعادة كما كان من قبل، وأشار إلى أن كل هذه البهجة لا تمنع الناس من التفكير في بالعكس، ولكن ليس لدينا أي أوهام ونتحدث عن الكثير من الأمل عن مبادرات الرئيس ويلسون للسلام. نقول لأنفسنا أنه لا ينبغي لنا أن نضعف خوفا من أن تبدأ الحرب بعد أن انتهت بشكل سيء مرة أخرى بشكل أكثر فظاعة. نقول كل هذا ونحيا لأنه يجب أن نعيش لمن سيأتي بعدنا. السلام هو أيضا الرجاء المشترك في المحادثات اليومية، كيف يظهر في المراسلات في اليوميات. بعد ذلك النقطة الثانية، السلام كتجربة مؤقتة. إذا كانت المجتمعات منخرطة بشكل كبير في المجهود الحربي، كيف يتم خلق لحظات السلام بشكل يومي؟ يتعلق الأمر بفهم كيفية تخيل السلام وإعادة اكتشافه واستعادته للهروب من الحرب والكآبة والعنف في هذه اللحظات التي تنظمها الشرطة أو تصلحها. إذا كان من الممكن التعامل مع التأخي باعتبار شكل مؤقت من السلام بين الأعداء الأكثر وضوحاً، فإن التجارب الأخرى تستحق الاهتمام. كيف تساعد الذاكرة والطموح وتجارب السلام على اجتياز الحروب والتغلب على المحنات؟ كيف يعود الجنود إلى خلق لحظات سلام بحيث لا يتم غزو وجودهم بالكامل خلال تجربة القتال وحدها؟ تساهم هذه الملاحظات في الترفيه والعروض والرياضة الجيوش، وبالتالي يمكن اعتبار القراءة بمثابة تسريح مؤقت في حين تطورت ممارسة كرة القدم في الجبهة وكذلك في المعسكرات، وذلك بفضل تعبئة إرسال الكرات إلى الجنود. تحمل كل هذه التجمعات مذاق السلام في الوقت الذي تشكل فيه بديلا للسلام مع استمرار الحرب، إن اللجوء إلى أوقات الفراغ وإلهاء المقاتلين على الجبهة غالبا ما يكون انعكاسا صادقا للممارسات الاجتماعية والثقافية المثبتة أو حتى عادة وقت السلام. إلى أي مدى يسمح الجندي لنفسه بالاستمتاع بالحياة؟ وهكذا يشير حامل النقالة إلى ذنب أولئك الذين يحضرون عرض سينمائي بينما يكون الآخرون في الخنادق. لقد فكر أكثر من واحد في الأمر ثم سيطرت الأنانية. لسنا هناك، السينما تطاردنا بعيدا. اللون الأزرق موجود على الجبهة، ولكن هذا مثل كل الملذات يجلب النسيان. وإلى أي مدى يتناسب هذا الإمكان، هذا الاحتمال، مع الأمر بمواصلة المجهود الحربي وبأي فعالية مع مرور الوقت؟ النقطة الرابعة، السلام كمطلب. الجميع يصرخون من أجل السلام. أنا أولا، هذا ما أشار إليه جند المشاة جوزيف بوسكيت في دفتر ملاحظاته بتاريخ 8 يناير 1915، لكن هذا سلام غامض لا يسعى إلى صياغة شروط واقعية للسلام، بل إن بعض المقاتلين يبدون مستعدين لوضع السلام قبل النصر حتى لو كان ذلك استياء عائلاتهم وأسرهم. الآن فكر وتصرف كما تراه مناسب، لكن أكرر أنه ليس نصرا، لابد أن يكون سؤالا. لكن السلام بأي ثمن؟ كلما اقتربنا قلت التكلفة. حياة إنسان واحد لها قيمة أكبر من كل كنوز العالم. حياة شخص واحد لها قيمة أكبر من كل كنوز العالم. إذن هذه ربما من أفضل ما قرأت وما اطلعت في هذا. حياة شخص واحد في زمن الحرب لها قيمة أكبر من كل كنوز العالم، كما كتب موريس بن سويت في رسالة مؤرخة ب 4 يناير 1916. إلى أي مدى تعكس هذه الرغبة في السلام إحباطا محددا أو أكثر عمقا لدى المقاتلين؟ وما هو الدور الذي تلعبه في أعمال العصيان الجماعي والتمرد؟ كيف تم التعبير عن هذه الرغبة في السلام أيضا خلف الكواليس، خاصة خلال إضرابات 1917-1918 في مواجهة صراع طويل الأمد؟ كيف يكون السلام من خلال النصر الذي يبدو في البداية هو الشيء الوحيد المقبول والذي تعترض عليه تدريجيا صيغ أخرى تعبر عنها قطاعات معينة من الرأي العام أو شخصيات معينة؟ إن أفكار السلام الفوري التي نشرها على الفور خصوصا في مؤتمر زيمارالد وكينثال والسلام بلا فائزين الذي عبر عنه ويلسون والبحث عن حل وسط للسلام والعروض المختلفة للوساطة ومحاولة السلام أثناء الحرب
سوف تكون مفيدة. بالتالي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. سيكون الأمر أيضا مسألة العودة إلى محاولة السلام عن طريق التفاوض والاتصالات بين الدبلوماسيين أو الوسطاء غير الرسميين إلى حد ما، مما يسمح لنا بفهم التناقض بين ثنائية الحرب والسلام. في الواقع السلام ليس بديلا عن الحرب فحسب، بل يمكن أيضا اعتبار إنجازا لها. أهداف الحرب هي أهداف السلام أيضا، كما يمكن تصور السلام في النصر والفتح، وهذا هو غموض الدور الذي يلعبه الدبلوماسي في زمن الحرب الذي يهدف إلى السلام ولكن لمصلحة بلاده. أخيرا، النقطة الأخيرة، بناء السلام. على الرغم من الرقابة وخطر الاتهامات بالانهزامية، أثارت الحرب العالمية الأولى كما لم يحدث من قبل تفكيرا فلسفيا واسع النطاق حول السلام المستقبلي ووسائل تحقيق نظام دولي سلمي بشكل مستدام. في الواقع يطور الصراع أخروية حقيقية للسلام والاقتناع بالحرب لكي لا تشن حربا مرة أخرى أبدا، بحرب تولد عالما جديدا عندما تعود غدا إلى المنزل بعد مشاهد الرعب. هذه ستعتقد أنه لا يزال يتعين عليك إنجاز واجب آخر نبيل وعظيم، وهذا الواجب هو منع حدوث مثل هذه المذبحة مرة أخرى وإلى الأبد. سنتمكن أخيرا من إحلال السلام الذي لن يزعجه شيء. هذا الاقتناع لدى مختلف الأوساط السياسية والدينية والسلمية وما إلى ذلك مثل قناعة العديد من المواطنين العاديين بأن هذا الصراع يجب أن ينهي الحرب. وكذلك المواقف التي اتخذها ويلسون لصالح رابطة عامة للأمم، فضل تطوير عدد كبير من مشاريع المنظمات الدولية ذات الطابع الأوروبي أو ذات الدعوة العالمية ولا سيما في شكل عصبة الأمم، كما يظهر عمل كارل بوشار. إلى أي مدى كانت هذه المشاريع مختلفة قادرة على توجيه صياغة أهداف السلام للحكومات المتحاربة؟ خاتمة، سيكون الهدف هنا هو فهم أفضل لكيفية تأثير تجربة الحرب على الطريقة التي يتم بها التفكير في تنظيم السلام، وأي الوسطاء أو أماكن الوساطة تبقى أو تظهر في وقت تكون فيه الحدود بين التفكير من أجل السلام والانهزامية ضئيلة. وبهذه الطريقة سنكون قادرين على فهم أفضل جوانب غموض خطاب السلام والرقابة حول السلام واستغلال السلام وصناعة السلام، فضلا عن التعبير عن ثقافة المحارب التي تم حشدها من أجل الغزو وتطلعات التحكيم والمصالحة. ويجب أن تدعون هذه المقاربات إلى تجاوز الأبعاد الاجتماعية والثقافية والجغرافية المختلفة من خلال تفضيل الجبهة الغربية، من خلال تجاوز وجهات النظر الوطنية المختلفة التي ستمكن من فهم الخصوصيات الوطنية لتمثيلات السلام. هكذا لا ينبغي إهمال الدراسات العرضية التي تجمع بين التاريخ الجزئي للحروب الخاطفة والتطورات الكبرى للشعوب. إذا هنا تنتهي مداخلتنا. المعاون وأنا تخيلات وممارسات السلام في أزمنة الحرب. أرجو أن تكون هذه المداخلة قد نالت رضاكم. إلى اللقاء.